بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف النهاردة مع بعض وهنفتح مع بعض عشة من أجمل الألوان ومن أكثر الطيور اللي كل الناس بتحب إن هي تقتنيها وتحب إن هي تكون موجودة في المزرعة بتاعتها. عندنا الذكر زي ما احنا شايفين ذكر ما شاء الله ريمبو جولدن دبل، وعندنا النتاية سنجل جولدن. ما شاء الله الألوان بتاعتهم تحفة جدا. هنفتح مع بعض العشة ونبص عليها، هنشوف مع بعض. طبعا الزوج ده بايظ بقاله فترة، هنشوف دلوقتي مع بعض العشة فيها ايه. بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما احنا شايفين ادي الزغليل، وادي لسه عندنا فيه بعض البيض لسه ما خرجش وما بقاش. هنبص مع بعض على العش ونشوف الالوان اللي خارجه عندنا دي عامله ازاي. طبعا بنطمن على البيض وبنبص عليه بسبب ان موجود زغليل عندنا. طبعا البيض متوسخ شويه تمام، وعندنا برضو بنطمن على الزغليل ونتاكد انها متاكله من الام كويس. هناخد العش ده وهنخرجه ونخرج الزغاليل دلوقتي مع بعض، وهنعمل ليهم عملية نظافة علشان خاطر زي ما احنا عارفين او اللي مش عارف، لو احنا سيبنا البيض بنفس الطريقة دي هنبص نلاقي بعد يومين كمان البيض ضاع عليه وساخة كتيرة جدا. البيض ده مش نظيف خالص ومتوسخ جدا جدا تمام، فده هيأثر على ان البيض يكون نظيف. بناخد البيض وبندفي مية وبنمسحه تمام، وبعد ما بنمسح بنعمل عملية الكشف على البيض. طبعا عندنا البيض وعندنا الزغاليل، هنكشف على البيض بنلاقي شعيرات دموية جوه البيضة. الشعيرات دي دليل على البيضة دي سليمة، يعني لسه فيها زغلول، ودي حاجة مطمئنة بإذن الله. وهنكشف على البيضة التانية وهنتأكد برضو إنها سليمة علشان خاطر ما نكونش بنجهد الأم على الفاضي. وهنبدأ ننظف العشة. طبعا قطعة الخشبة اللي الأنثى دي بتبيض عليها بننظفها، وبعد ما بننظفها بنرش عليها اي بختين كده بالبخاخة، اي عندك اي مطهر، في الاكتوماسرين، في حاجات كتيرة جدا مطهرة للحشرات علشان خاطر نتفادى حاجة زي كده، لان طبعا البيئة بتاعة الزغاليل دي بتكون بيئة مشجعة جدا ومنشطة انها تعمل حشرات وتعمل حاجات كتيرة جدا احنا فاهمين عنها. وبنحط النشارة علشان خاطر تحمينا برضو من الوساخة او من الاتساخ. وبنرجع الزغاليل وبنرصهم على مهلنا علشان خاطر مفيش حاجة تقع مننا. نعمل كده بحرص جدا علشان خاطر لو حاجة وقعت مننا لا قدر الله بتسبب مشاكل للزغاليل وممكن نفقد الزغاليل لا قدر الله. بندخل قطعة الخشب بالراحة جدا وبنبدأ ان احنا نقفل العشة بتاعتنا بهدوء جدا طبعا، وبنطمن على العش بتاعنا. طبعا عندنا الزوج اهو ما شاء الله. هنتابع مع بعض الفترة اللي جاية الالوان هتكون عاملة ازاي. طبعا احنا عارفين ان العش بتاع الريمبو بيخرج الوان كتيرة مختلفة جدا. عندنا النتاية دي سنجل جولدن، وعندنا الذكر هو دبل جولدن بيس، فده طبعا بيخرج عندنا الوان تحفة. وهنشوف ايه اللي هيخرج معانا الفترة اللي جاية والوان العصافير، ويا ترى البيضين اللي باقيين دول هيخرجوا معانا ولا لا قدر الله ممكن يحصل عندنا اي مشاكل فيهم. طبعا رجعنا الأكالة ورجعنا المسقة اللي العصافير بتشرب بيها، وبعد كده بنجيبهم في الصندوق
بنراعي برضو ان احنا ما نكررش عملية الكشف دي كتير جدا، يعني نخليها كل يومين كل تلاتة، ما نبعدش كتير وما نقباش كل شوية بنفتح طول اليوم. هنتابع مع بعض ان شاء الله الفترة اللي جاية ونشوف شكل العصافير بعد يومين تلاتة ايه اللي هيحصل وهتكون عاملة ازاي. شكرا.